باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نعمة وبركة. تلذذ بالرب فيعطيك سؤال قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر ولا تغر من الذي ينجح في طريقه. كف عن الغضب واترك السخط. عشنا في هذه الكلمات الحلوة جدا لداود النبي في المزمور 37 في الحلقات اللي فاتت عشان نعيش مشاعر حلوة جدا اسمها مشاعر تلذذ بالرب. عايز أقول لكم تشبيه جه في بالي النهاردة. ايه هو التشبيه؟ عارفين لما بنبقى في العيد تلاقي الاطفال الصغيرين فرحانين في العيد، مركزين بقى في الهيصه بتاعه العيد والهدايا والالعاب والعيديه واللبس الجديد، بس فرحه العيد. بس تعالى عند بابا وماما كده في البيت تلاقي ماما قاعده بقى تحسبها هتعمل كحك السنه دي ولا هتاجله للسنه اللي جايه ولا الظروف الماديه ولا بلاش، وبابا قاعد بقى يا العيديات والميزانية والعيد هيكلفنا قد إيه. العيال فرحانين بالعيد لأنهم متكلين على بابا وماما هم هيتصرفوا، عايشين فرحة ولذة العيد وخلاص. وصلت؟ فهمتوا قصدي أقول إيه؟ هي دي الفكرة، هي دي الفكرة. ما تيجي بقى يا جماعة نريح دماغنا شوية من الدوشة ونعيش زي الأطفال كده، نعيش لذة الاتكال على ربنا ومحبته. مش هو قال كده مرة؟ فاكرين قال إيه؟ إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. عشان كده عيش لذة الفرحة بتاعت ربنا، سيبها على ربنا يا حبيبي. أقول لك نصيحة أخيرة، فكر في أمانة ربنا معاك. أيوة، فكر في أمانة ربنا معاك رغم كل الظروف اللي يمكن يكون ربنا سمح ان انت تتحط فيها، لكن هو كان امين معاك جدا ومغرقك بخيره ومحوط عليك ومسيج عليك بسياج ومديك كمان اكتر من اللي انت بتحلم بيه او حتى اللي انت تستاهله. حبيبي اسأل نفسك بقى، طب ليه مش مبسوط وليه مش بتتلذذ بربنا وبالنعم الإلهية والبركات الكتيرة جدا والعطايا اللي بيديها لك؟ عايزك تفكر معايا في العبارة دي والآية دي. فكر شوية كده، بيقول إيه؟ شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. عايزك تفكر في الشكل بعد إذنك، فكر في الشكل. حاولها تاني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. عايزك تفكر في الشكل ده، تخيل إن ربنا شماله تحت رأسك ويمينه بتعانقك. فكر؟ آه، هيبقى كأنه إيه؟ كأنه حضنك، ده حضن محبة ربنا اللي التي لا تعد ولا تحصى. شماله تحت رأسي ويمينه إيه؟ تعانقني. هي دي اللذة الحقيقية اللي بنعيشها، لذة ربنا في حياتنا، تلذذ بالرب. ربنا يفرح قلوبكم، يومكم كله نعمة وبركة.